كمك من دست ذكر بنمش يا مصر انت ما شايل كذا واذا التفت نحوه اعرض عنه مسلمان مش يعني خاي فرودغار حديثك دخويني نوا كبسرهاتي تشي تدايا لسردمي پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام روي داوا ام بسرهاتا درس عبرتي زوري تدايا انسان مسلمان فندو اموشغاري لي وربغريت کاملاً استفاده ایتی داره بچیانی روزانه من خواهی گورا سودمن من کات پی. حدیث که بخاری و مسلم روایتیان کردوه رحمتی خواهی گوریان لبید. لعبدالله کری کعبی کری مالک. کل باو چی دجیرت و فرمی قال کعب لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك كعب كريمالك يشك لها ولاني بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام دفرمي من لهيج غزايا كبيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بو غزا رويشتبه من دوانا كوتوم هر لقل بيغمبري خوا بوم عليه الصلاة والسلام جيقا لغزوي تبوك لغزاي تبوك او بوک یکم روزی رمضان بوم باس کردن غذای تبوک ل روزی چی گرمی هاوین دابو و رجای چی دور کاتی گرما پیامبری خوا علی صلی الله علیه و سلم امری کرد با غذا کردنی روم دفرمی من لو غزوی دعا که وتم بالام چون هرچند پیشتر دفرمی ل غزوی بدر بجداریم نکرده بو بالام غزوی بدر پیویز نبود، واجب نبود بچداریم که این پیامبری خواه علی صلیم قلیل کس نداکر کنه هات با، چون کلا سرتا دام مبست غذا کردن نبود، مبست او بو اوقاف لی قریش که هات بوه، پیامبری خواه علی صلیم فرمودی بشن، او معلو سامانی کلم که مشکی کان داجیریان کرد ولتانو دستیم بسر داغر تو، ای و حق خودان ورگر نوا، فلام خواهی جور ویستی. موضوع کبو گاره ببی با غذا کردن که غزوی بدر بو دفرمی بلا من ل شوی عقبه بجداریم کرد کاته که بلین من به پیغمبری خواده علیه الصلاة والسلام و کان من خبر حین تخلفت عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی غزوه تبوک فرمی بسرهاتی من کعبی کری مالک بسرهاتی خوی من بود جارته و دفرمکاته که من دعا کوتم لغزوی تبوک، آنی لم اکن قط اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنه فی تلک الغزوه. لو کات دا کدعا کوتم لهمو حالتی کم دا، لو حالت دا بهیسترو بتواناترو دولمان تربم. و نبی کل قلبی غنبر نرویشتم علیه السلام با غزاء لبر فقیریم یا لبر نخوشیم یا لبر پکوتیم بوبت نخیر. نه ولله لش ساق بومو بتوان آبومو دولمندیش بوم امکانیتی چونیش مهابو بلام نشوم. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. دفرمی سوین بخوا من هیچ کاتیک دو لاخم نبوا. بلام لو کاتی غزای تبوق من دو دانم هابو. آمادم کردن بو آویک بروم لقلب پیغمبری خوا علی صلی الله سلام بو غزای تبوق كأمري بيكردين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كما بستي غزو كردن با غزا كردن با بوهر شوينك نيدا دركانت أو نهيني كشف نذكرت كويستباي بو شوينك بروا نيدا فرمو من بو فلان شوين دروم بوي خبرك نقات وكافر كان إلا لم غزايا دا كغزاي تبوك بو في غنبري خواه عصم بأشكرا بصحابة كاني فرمو إيما بياني دروين بو تبوك بو غزا كردني الرومكان چونك الرومكان قاوركان نيتيان خلافة برامبر بإيما با إيما پيش دستيام كين نقوان بسرمان دادن بو چي چونك دور بو مسافي چي دورة اگر پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم با اشکرا پیان نلی برو تبوک دروین
او خویان آماده ناکن واده زانن شوینه چی نزیکه بلام او شوینه دوره خو آماده کردنی دوید. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لقرمايكي زور بهيزو بتندا كوتا ريقا وريقايكي دور ودريش وهروها مفازا لبدشتايك وبصحرايك دا كوتا ريكا بآو شوينك آوينية لو قرماي ولو ريقا دورة. واستقبل عددا كثيرا وفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خلكاني جيزور لمسلمانان هاتن بدنجوا كوتنا قال في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو أو غزايا. فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو أشكرا كردن فرمي مسلمانان من بو تبوك دروم خوتنا ما ذكنوا باب كوين أرى. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. مسلمان أوان دزوربون لقال في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كيستبات سجل لك بيني ناوي أن تومار كيبزاني چنك سنواني لقال في عمر ندتواني جي ندب ولا دفترك دا تاد فرمي 7000 مسلمان خوي آما ذكر لقال في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو أو غزايا بالروح 7000 مسلمان لرواياتك دا 30000 لرواياتك دا 7000 بلام هميان حفتاب. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. فرمي لبرزو ريج ماري أو مسلمان عنيك أبو غزو درويشتن لبرزو ريان أقر كسيقو يستباي خوي بشارته ونتشيت بآساني ديتواني خوي بشارته وشك زورة چه ديارة فلانا كس ديارني لحفتا هزار كسي. فرمي مگر وحي هات با خواهي قورا كشفي كربا دنا خود زينوا آسان بو. دعاي أود فرمي إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي. وغزى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعر. فرمي لكاتك دابو أو غزايا أو سفرا كسيبرو بروبومي وهات زور خوش ببو كاتي أوبو كإنسان بروبومي ميوجاتك أي خوي بخواتو لسيبري درختكاني إسراحات كاتو لو كاتا خوشة دا بكوي أو سفر قرمونا خوش دورا وبو غزاج بروي. وفرمي منيش دلا كم ميلي أوي ذكرت كزياتر بو سيبرو ميوجاتو أوشتانا بمين موا نروم لقال في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون معه. في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام خوي أما ذكر ذو مسلمان إش خوي أما ذكر لقال أو وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. فالمؤمن إشهر دمد أورنا أورو خم أما ذكر فريادك هم أسانة خو أما ذكردن هر آوا دوام ده خزور دور ده تاوالي هات پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لقال مسلمانان كوت نرأي من هيچم نكردوا خوما ما دا نكردوا. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا دي ساوتم نا بياني خوما ما دا دكم فريايا دكم ديان قمي دي سان هيچم نكرد. فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو. بمشي ويا هر دمد أمر ناس بي استا نا استا تاوالي هات تفارط الغزو او مسلمانانی که با غزو رویشتن پیشم کوتنه و تازه لدست کسی چو کبی و فریان که و پیان رابگات. فهممتو ان ارتحل فادریکهم دیسان وان بو هاتو تمنا استاش با کوم رای بشکو فریان بکوم با دوانکوم فیا لیتنی فعلت ای خوزگا کرده بام خوزگا لدوایش با هر کوت پام رای بتنهاش بام هر رویشت بام. ثم لم يقدر ذلك لی بلام بوم ننسر أبو قضاء وقدري لسر نبو. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. فرمي من دواي أوك في غمري خوارو عليه الصلاة والسلام لشاري مدينة ماموا دقران بناو بازار دا بناو شار دا
كسم ندى بيني دعا كوتب وما بيته الا كسك كجماني نفاقي لي ذكري كسي منافق ما وتوا كخلق مو بيدلنا ومنافقه ياخذ شي ما وتوا يان كسك عذري هبيتو لبر نخوشي ولبر لاوازي وبيد صلاتي وكو افرتو جنو من دال او انا ما ونتو لقلب منافقه كان كتما شيخو من ذكر من لقل شي ما وموا اويك بياو بيو ايمان دار بيو اويك عذري نبي لشاري مدينه دانا ما وهمو رويشتوا كتشي من لقل كومالك منافقو كومالك انساني افرتو من دالو لاوازو خاون عذر ما ومتوا دفرمي زورم بينا خوش بو اوانا قدوي من بنو من لقل اوانا بمن موا ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بلغ تبوك فرمي في عمر خواش عليه الصلاه والسلام باسي مني هر نكر دبو نل كاتي درچون نل ريقا تاوكو قيشبو تبوك لبي دانش تبو فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فرمي بويان جرامو ولك تبوك كدانش تبو في عمر صلى الله عليه وسلم فرمي اري كعبي كري مالك شيكرت وهذا زانه لبيغمبر خافي ده بأوشتا نا زانه كخواي قورة بوحي هموشتي شي بيضاله دانشتو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموه أريكا بي كري مالك چي كرت جاب زانين ليرة دا موقفي خلچي چي ده بيت او درسي اكو فائده اكو وري گرن دا فرميه كبيغمبر صلى الله عليه وسلم او پرسياري كردبو پرسياري مني كردبو فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه فرمي بياك لولا وهست ابوك بي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم بو مشغول بو خري معجب بو بخوي وجلو برجي جواني خريشي اسراحته خوشي بو اوشت انا مشغول يكرد ولا ويك بي لقال ايما جهاد كا وغزاب كا بزانه يكسر گماني واي بي ببري گماني خراب بي ببري بشوي چي ولا پیغمبر خدا باسكرا عليه الصلاه والسلام كباجنيه اي او باسكرنا باج بو نخير بزانين صحابة رضي إخوان اللي بيدنك ده من لسر أو وصف كردني أنا فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ كري جبل رضي إخوان اللي بي بجواب هاتو هستا فرموي بئس ما قلت والله خرابترين قصد كرت أو قصي كتو كردت بوشي ويباسي كعبد كرت غلطيت قصي كي باشد نكر قصي خيرد نكرت بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا اي پیغمبر اخوا سوین بخوای ما او پیاو من ناسی و الا بخیر نبه پیاو چی خاونی خیر و چاکه پیاو که اهلی صلاح و چاکا لو زیاتر ایم لما نبی نیوا اول یله درس یک و عبرت یک برا کانم انسان مسلمان کس یک چاک بو ولا مجلس یک دا باس کرا دائما بباش باسی بکات دبینی لما جالس دا لشوینی دانش نکان ماندا لکورو کوبونه وکاندا باسی خلق دکرید هر یکش به شیوه یک باسی دکا کسی که ظاهری پیاوی چاک به قبول مکه غیبتی بکره قبول مکه بهتانی با بکره قبول مکه هر شتی چی که گوت په تفسیری و لگدانوی چی خرابی با بکره نه کواب که تو بئس ما قلتا او کاری چی خرابت کردو و قصه چی خرابت گوتوا دائما انسانی مسلمان گمانی چاک ببابا کسانی چاک وکا تصرفاتي شيان لرودا تفسيري شي باشي بوبكا استا او شي كعبي كري مالك كردي ايشكي باش نبو بلام چونك لا اصل دا بيابي شي باشا معاذ كري جبل يكسر گماني باشي بيبرد يا خراب گماني باشي بيبرد گماني باشي بيبردو تلاواني عذري هبت نق يكسر بچي گماني خرابي بيبره بلام مسلماني ومن هي وكو مشوايا تنها لسر برين چوه برین بیه لسروه دنیشه توا که نک هر اوش اگر کسیک اهلی صلاح و دینداریتی و چاکش بید خوانه کات کاری چی لی رو بدات که انسان و بشر و حالا دکا او بخرابترین شیو باز دکریت او تنها اوی لی گوره دکریت لمجلسکان دا اوشت باز دکریت چی چاکی هبیت و فضلی هبیت و احسان و صلاحی هبی اوشتان هموی دفن دکریت و دشاره توا او صفتي انساني خرابه براستي هر كسك او صفتي بي او خرابه بس يتي او بس يتي ببيت علامه بويك انساني شي خرابه كاره انسانك حزدك كخرابي تشاك كاران بلاو بيتوا نك تشاكي تشاك كاران دفرمي
دوای او کمعاذ بباش باسی کردبوم لای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرمی ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم پیغمبری خوا اصلا بیدنگ ببو هیچ قصینا کردبو فبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله كن أبا خيثمة فرمي لكاتك ذا في عمري خاصة ما دانشت وبيعيش بيني جلي سبيل لدورة ووكو سراب دردتي سراب ويلا هاوينان ذاك بجادي دا دروي لدورة ودساني آو دا شيقية آونية لدورة وبيعيش جلي سبيل بيني فرمي أي إن شاء الله أبا خيثمة أبو خيث فعلا كهاتبو دواي في عمري خوا عليه الصلاة هاتبو بيانجيشتبو كاتك كهات فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون يشيك بالأنصار يكان بفيغمبر إخوة قيشت عليه الصلاة والسلام أو بك توزيك خرماي كرد خير بو أو غزايا مسلمان بيبرون منافق كان عيبين لذا جاء واندتش يا أخوة كيف يوجد بواندية بلام إنسان بقدر تواناي خوي خير بك أقر درهميك يجبه لا إخوة يقول زوره إن شاء الله درهميك لكسيك وكدو درهمي هبه زور خيري زياتره لا هزار دولار لكسيك وكمليون دولاري هبيت كواتا إنسان أوش تجب كم نزاند بيني وسر بسرهاتي كعب قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فرمي كخبرم بيجيش بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام أو برو قرانوية لتبوك فرمي أوجا خفتم زور زيادي كرت أو جازور مراق خفتم زيادي كرد فطفقت أتذكر الكذبة فرمي بيرم لوكر دوك بزانم دروي تشريك خم خومي بي ببرين مو دفاعي بي لخوم كمو باصاو بغلطكي خوم بين مو وأقول بما أخرج من سخطه غدا بخومم دقود من چون لتوربوني بيغمبري خوارز قارم دبي عليه الصلاة والسلام بچي خوم رزقار كم وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فرمي دا چوم مشاورم دا كرت بكسو كارمو بهر كسي كتوزيك عقلي هبيد دم قد باشا رأي تو چيه چبلم چاكا چون خون بپرين موا دا فرمي فأجمعت أو جاء فلما قيل إن رسول الله قد أضل قادما زاح عني الباطل فرمي كبيا انكتم بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو نزيق بوتوو قيش تجي زاح عني الباطل فرمي ناحقي ودرو لظلم دا نما فكر كرنا ولا درو حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا تواو قناعتم بيدابو كمن بدرو كردن نجاتم نابت درو يكمو عزريك بين مو كراز نبت فأجمعت صدقه فرمي عزمم جزم كر لسر أويك من رازمم لقال بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام تشي راست أوبلم وأصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادما قادما وأصبح رسول الله قادما في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام قيش توجه وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس عادتي في غمبر جواب عليه الصلاة والسلام هدي في غمبر وابو عليه الصلاة والسلام كلا سفر قرابايا و بيجا ويبجيتا ومالي خوي دهاتا مزقوت دور كعاد سنتي دكر دادا نيشت او جاء درويشته ومالي خوي اول سنة برا كان فائده اشترى وري قرين كإنسان سنة تشو سفره هاتوا بيجو يبشيته ومالي خوت ولا مالي خوا دور كعاد سنة بك بو اخواي قور بركات لسفره كتبك وبخير وخوشيش بتقرينته وناو مالو من دالي خود ان شاء الله سنتك كزوربي مسلمانان بآقان لي بشكو زندوي كانوا لخوتان دا ان شاء الله هركز اقل سفر قرائوا بيج مالي خوي بشيته مالي خوا دور كعاد سنة بك خواهی گوره بخیر و خوشی و سلامتی دیگینه توا ناو مالو من داری خواه انشاءالله اوش فایده چی تر فایده دو منو بو که یعن سیم اوه که کعبی کری مالک فرموی بدرو انسان رزگاری نابد باشتر اوه انسان راست کات غیری راستی نیله فرمی دوائی و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام حتا مزگوتو دور که عاد سنتی کردو دانشت او جا خلچی مدینه اوانی کنه رویشتون دین بخیرات نیده کنه و ده فرمه فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون اليه ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا فرمه اوانی کدوا کوتفون هات نمزگود ولای پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و عذر یان دینای و سوین دیان بو پیغمبر ده خواردو سوین بخوای پیغمبر ایم عذر مان هبو ایم لبر اون مان توانی و
دفرمين زيكي هشتاو اواندا كسبون هشتاو اواندا بياوا كدوا كوتبون نچوبون هاتن سوين ديان دخوار بو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فقبل منهم علانيتهم پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ظاهرة كي لقبول كردن ظاهري كابلا سوين دخواتو دلا من عزرم هبو پیغمبر لي قبول دكا اما ظاهر من لسره خوي لناخي خوي دار راز دكا درو دكا وخوي خوي خوي وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله تعالى خوي جور فرموي ظاهره كتان قبول بلا موا نهين يكشتان ناخي دلطان تشونا او تسليم خوي دكم خوي جور خوي دزان دي والراس تنينا بلا من لي تان قبول دكم توا ومن لي تان خوش بوم كان هاتون حتى جئت فرمي تامن هات هات ممزقوت بيغمبر دانشتو عليه الصلاه والسلام فلما سلمت تبسم كسلام لكر بيغمبر پیکنی زردخانه چی هات بلام زردخانه خوشحالی نه تبسم المغضب زردخانه تورایی پیامرسم پیکنی چی تورایی پیکنی برام برم ثم قال تعالى او جا پی فرمو و تی ولا فجئت امشي حتى جلست بين يديه فرمی هاتم تاوکو ل بردمی پیغمبر خوا دانشتم عليه الصلاة والسلام فقال لما خلفك فرمي چي توي دواخست بونا هاتي ألم تكن قد ابتعت ظهرك آيتو ولاخد نكري بو أوي كسواري بيو بي بي بقيت تبوك قال قلت يا رسول الله وتمي بيغمر إخوة إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر دلو تمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام سوين بخوا اگر لاي غيري تو دانشتبام لخلچي دنيا لاي اميريك مسؤولي چي دنياي دانشتبام دم تواني استخوم نجات دم لقد اعطيت جدلا من زماني كم بيدراوا دتوانم بزماني خوم با لباقة فصاحتي خوم دتوانم خوم نجات دم بقسا اگر لاي غيري توبا ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي بلام دزانم والله اگر امر درويك بوتوب كم قسيك بوتوب كم تول خوم رازي بكم خواي گورج دزانم كم رازناكم الا خواي گور توم لي تور دكاس بينه خواي گور كشفم دكا اگر وابكم وان حدثتك حديث صدق تجد علي فيه بلام اگر بيتو من لقلت بدويمو قسي راستت بيبلم تجد علي فيه تو أكيد ليم تو ردبي كراستم بيقوتي تو ردبي چونك من عزر مني بلام إني اللي أرجو فيه عقب الله عز وجل بلام من داوادكم باشا روجي أو قصر راستم لا إخواي قورم خير بيت بومو أو أقبو من قازانج بي هرچند ليشم تو ربي كراستي دلم بلام إن شاء الله تشاوري باداشتي چي باشا روجي چي خوش دكم لا إخواي پروردگار كمن راز دكم لقل خواي خوم والله ما كان لي من عذر والله أي پیغمبر إخوة هج عذركم نبو من كنهاتوم هج عذر من نبوة والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك والله هج كاتك وكو أمرو جيك لتودوا كوتم هج كاتك وكو أورو جلش ساغو بتواناو دولا مند نبو من هج عذر مني أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فقد صدق پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي خلچنا أما ين راستي كرت يعني شيء او هشتاو او عندك سيكتبون راز نبون اما هذا فقد صدق او الراس تكر لقلم فقم حتى يقضي الله فيك بلام دي هستا لبيش تاو ممينا ما دام او تاوانت كر تاواني الراس تيتيكنا تاواني دوا كوتنكت هستا تاوكو خواي قور حكم دكات سبارت بتو وسار الرجال من بني سلمة فاتبعوني في عمري خواه عليه الصلاة والسلام كدري كردم كو ملك لبني سلمة لعشيرة لقوم بدوام كوتن فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا سبحان الله بزانا وتيان سوين بخوائما نمان زاني وتو قناهي چي ترت كربي بيش أو قناهت كواتا بياوي چي چاك بو يانا بياوي چي چاك بو كعبي كري مالك سوين دخوان اما نازاني تو قناهي كت كربي بيش أوا كواتا بياوي چاكش توشي چي دبيت توشي تاوان دبيت مانا اوانيكا كسيك بياوي چاك بي يعني ملائكة ومعصومة وقد غلطناك إنسان بشره مو كسي غلط دكا غيري بيغمبران عليهم الصلاة والسلام كأوان معصوما فرميوتيان بيان قتم
نمان زاني وتو گناهي چي ترتبه پيش اوا لقد عجزت في ان لا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلفون باش بو توج نتواني وك او هشتا اون دكسا قسي كي خود رزگار كي و فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك صلى الله عليه وسلم اخو هرچند تو دروشت كرد با كپیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم داوال خوشبوني بو كرد باي او لی خوشبونی خوا پیغمبری خوا داوالی خوشبونی پیغمبری خوا با تو بسد بول گناهکت خوش دبو خوای گوره هر چند گناه دکر کدروت کر با بلان پیغمبری خوا کوت پایده خوالت خوش بیت او خوالت خوش دبو توانک بو خوالت خوش دبو پیغمبر داوالی خوشبونی بوده کردی بو واد نکرد فرمی قال فوالله ما زالوا یؤنبوننی حتی اردت ان ارجع الى رسول الله فاكذب نفسي فرمی بر دوام سرکونه و سرزنشتی ان کردم خریکم بون تا خریق بو قناعتم پی بکن چم خون بدرو بین مولای پیغمبر خو علی صلی الله سلام راست کم کم درو فرام دعای کتم ما كنت لاجمع امرین التخلف عن رسول الله والكذب دعا بخوم گد جا من تا است تاوانکم هيا بیکم بدو تاوان تاوانکم هيا ک تاوانی چیا تاوانی دعا کوتنا لغزاء لقال پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم بچم بی کما دو تاوان دروش بکم لقال اوج ده قد شتی واناک کواتا لیر ده برا کنم اوش فائده که درس که زور جار کس یک توشی تاوان یک ده بیت کس سرزنش ده کریت بو اوی که خوی به پاره نه تو ده چه تاوان هیچ کرد که دروی هیچ ده که دلم نم کردو ام نبم کاک هر اوی پیشت گناه یک بو استا کردید بدو کواتا تاوان کت گورتر بو ما چو زیاتر خود لقرداب چقینید روب ببرید نه پشیمان بو راز بلو توبه که اوت چاکتر لوی کتو دفاع کی لغلط کتو توشی غلطی چی تریش بی دروشی لسرب که خواب من پارزه که واتا انسان وانکت که غلطی چی کر نچه بغلطی چی تر پینه بکا چون که غلط با پینه نکره بغلطی تر الا درده کبید بلکه غلط با چه چار سرده کره با پشیمان بونه و براز گویو با توبه کردن چه ارسر دکره فرموی نخیر من ناچم تاوانی کم کردو تاوانی اشتریش کم کدرو کردنیشه اشتیوانا کم ثم قلتو لهم هل لقی هذا معی من احد او جا کتم آیا کسی تر هی وکو من نفسی حالتی منی هبه دعا کود پیو عزریشی نبو بیو راستیشی کر بی لگل پیغمبر علیه الصلاة والسلام قالو نعم لقیه معک رجولانی قالا مثل ما قلت وقیل لهما مثل ما قیل لک فلم بلا وتيان دون فريكانه وحال يانو كتويا وتمشينا ودو كسانا وتيان مراري كري ربيع هلالي كري أمية أو دو بياوان بو باس كردم أو دو بياو دو بياوي صالح وشاك بون بوضلم خوش بو كمن دو رفيق مهنا دو رفيقي صالح وشاك وبياون ودفرمي كزانيم أو دوانا وتم چونك دائما مصيبتش كجشتي بيتوزك سوق دبيل سرشاني إنسان قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام أوجابه ونوسته فرموي هرچي مسلمان قسلق الأوسيك سنكات أوسيك سكلت دعا كوتون لو غزا دعا كوتون شكي استاكزنا ما دعا كوت به أو هشتاك سيتر هشتا أوندك دعا كوتون أوان چيان هبو كتيان چمان هيا عذر من هي كواتا اوانا ظاهري تاوانبار نين تاوانبار چيه تاوانبار ظاهري او سيكسن پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام چونك اوانا مخالفه امر پیغمبري انكر عليه الصلاه والسلام پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرموي چی بمسلماناني فرمو کس قصه لقل او سيكسن كات کس قصه ان لقل نكات بو بو بيت الدرس يكو عبرت بو يعني جاري اشتر غلطي وانا كان وكمخالفه امر پیغمبري خو ابكن عليه الصلاه والسلام فرمي فاجتنبنا الناس خلشي لي ماندول كوتنوا حتى تنكرت لي في نفس الارض فما هي بالارض التي اعرف فرمي تاوايلي هات خلق سلام مان لناكا خلق سمان لناكا لقلناكا تاوايلي هات او زاويه بلامو نامو ببو وام دزاني او زاويه نيكا جاران بسريدا درو يشتم وام دزاني كزاويه كجرقي لمنا استا نكهر او خلق سلام لناكا او زاويش تما شاكن كسي كا مخالفي امر پیغمبري خواي كر عليه الصلاه والسلام بيويست مسلمانان اوا ما ملي لقلب كن بو اوي هز بغلطي خويبكا وبقريتوا
نك شريك بخوا دابنتو بدعة بكاتو خرافة بكاتو مخالفي أمري بيغمبري خواب كات عليه الصلاة والسلام لقال أوجدا چونو چاچی لقال بكينو لقال يبيا بكينينو بلين ديكاكا مسلمان همو برانين إخوه كعبي كري مالك سوين دخوان دلن پيش أو هج قناهي نبوا أو اندى بياوي چاكا وصحابي بيغمبر عليه الصلاة والسلام واش بيغمبر ومسلمان سلامي شيلينا كان بو بيبيت الدرس وعبرات بزانن كمخالفة كرني أمري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم آسان نية بلام هنده كسي نزان ونحالي لإسلام كاك مسلمان همو برايشين تو نابي بلي ولا فلانا كس غلطة نابي بلي فلانا كس ندبو واي قدبا وندبو واي كربا تو لدين حالي نبوي ديني خواه خوش ويسترا لامان لخوش من لباب وداكو كسو كارش من چجاي لغيري خو من دبي ايما پاسواني دينا كمان بين زياتر لوي پاساو بو غلطي كسك بيني نوا بتایبتیش که مصر به لسری، بتایبتیش که کسی به بدعب کاتلو مخالفی امری پیغمبری خواب که علیه الصلاة والسلام اهلی بدعبت، انسان نابه بدمی او پیب کنیتو لقلی ما ملاهی چی اعتیادیب که، بلکه دبی بوشی و به کپیغمبری خواب علیه الصلاة مصحابه بون بو اوی درز ور بگری و عبرد ور بگری و پشیمان بتوه. دفرمه و من لهات فلبثنا على ذلك 50 ليلة. نفرمي بنجا شوي ريك لو حالة دابوين كسلام من لناك حديثك من هي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام نفرمي دروز نية دو مسلمان دنق ليقرا بقرن لسي روش زياتر لسي روش زياتر نابي مسلمان دنق ليقرا بقري اقر تشيشيق لبيني الرودة اي ليرة داوتا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وصحابة بنجا روش دنجي ليرا قرتن چون او دو حديثة تيبقين زنايان ده فرمون اگر لسرشتي دنياي چشد لقل مسلمانك رودا لسر روش زياتر دروزنية دنجيل عرب قري لسرشتي دنياي بلام اگر لسر ديني خوابو بوت هي پنجار روشش قصي لقل نكي زنايان ده فرمون بوت هي تا ابديش حتى قصي لقل نكي بو يوكو ابن عمر رضي خوالي به كاتك كسي چي بيني مخالفي امري چي پیغمبري كر عليه السلام فرموي والله لا اكلمك ابدا سوين بخوا قد قصد لقل ناكم فيت دلم پیغمبر واي فرمو توش هر ديكي مخالفي امري پیغمبر دكي عليه الصلاه والسلام قصد لقلناك كوتبال سنتي پیغمبر بگين براي جان وانا زان انك كاتك معاملات لقل كسي چي مبتدعو وخرافي شخص پرستو قبر پرستو حزبي معاملي چرقو تندبه كاك اوانا برايتي نازان اي انما المؤمنون اخواني بلا اخويا بلام دبي لقل كسي مخالفي امري پیغمبر بك دبي روت لقلي گرج بيت وكو چون پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام گرج بو لقل كعبي كري مالك بوي درس ور بگري تو بگري تو بو سنتي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي پنجاروش بو شي و كس قسي لقلنا كردين فاما صاحبايا فاستكانا فرمي دو رفيق كم ضعيف بون چون لمالي خوين هر خريچ گريان بون دو رفيق كي كم زور ضعيف بيد صلاه فقير هر وريان نما بو فرمي بلا من لا همويان جنسترو بتوانا تربم لو دوانيتر فكنت اخرج فاشهد الصلاه مع المسلمين فرمي او دوانا لمالك كوتن هر خريجي قريان بول الله بلا من دشوم بازاري تحات ما مزقوته نيجي جماعه مذكر كسيش قسم لقلناك وكسيش سلام لناك واطوف في الاسواق ولا يكلمني احد ببازاري دا دروم كس قسم لقلناك واتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاسلم علي ديما لا يبي امر صاصم سلامي لذاكم وهو في مجلسه بعد الصلاه دواين والسلام لي ذكرت فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا لذلك خم دادم قد به زماني لي وكاني جولان دبن هل لبر خوش يا والله مسلامك يداب مو بيعم بصاصة ميانا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر أو جادهاتم لنزيك بيعم بصاصة نيوج من ذكرده بتزي سيلة شاوم دداعي بيعم بصاصة وسلم فإذا أقبلت على الصلاة نظر إلي فرميك من دستم ذكر بنيوج بيعم بصاصة تماشي ذكردم وإذا التفت نحوه أعرض عني كتماشاين ذكر في أمر صلى الله عليه وسلم بشتي لي الله ذكر دمو تماشاين ذكر دم حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فرمتها بوشي مسلمان هم يهجريان كردوم رويش تمتشوم بسر ديواري مالي أبو قتادة ككرمام بو خوشويسترين كسم بو بازم داو تشوم مالي أبو قتادي
فسلمت علي سلامم لكرت فوالله ما رد علي السلام سوين بخوا جواب سلامك اين داموا خوشويسترين كسيش مو كرما مشما چونك اوان دين داريتيان دكرت عشيرته خزماتيان ندكر لبر او ندچو مشكله يك دروس كاتوك خزمكاي مشكله لقال فلانا كسيا بلكو لبر دين اخوا خزماتيان بجوي دخر خس اويك اخوا ويستباي اوي عندكر دو بيغمبر ويستباي اوي عندكر فقلت له يا ابا قتاده أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قلت ما يبقى هذا جواب من دوا سوين ده دم بخوا قمان دلوا هيا كمن خواه وبيغمبري خواه مخوش دوه باور دوا من خواه وبيغمبري خواه مخوش دوه يعنى فسكت هر جوابي شين داموا فعدت فناشت فسكت جاري دوام ديسان هر بيدنگ بو جاري سيم هر بيدنگ جواب من داتوا أو جا فرموي فقال الله ورسوله أعلم ايش روي لمن نكر هل بخوك تي خواه بيغمبري خواه دزان تو خواه بيغمبري تخوش دوي اخوش تناوي ففاضت عيناي فرمي شاو كان مقربو لقريان وتوليت حتى تسورت الجدار فشتم هل كردو بسر ديوارك دا شمو او ديو رويشتم فبين انا امشي في سوق المدينة لو انا كسيك برسيار كابو بسر ديوار دا خوي هل داوا شمك درقي لينا دا كردو كلا درقشي دابا درقشي دابا درقي لينا دا كردو بويا بسر ديوار دا رويشتوا فرمي فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فرمي تشومو بازار لكاتق لبازار بم نبطيك نبطي يعني فلاح لا استنباط وهاتو أويك زوي هل دقنيت زرعاتي لي دتشينيت فرمي فلاحي شامي أويك لشام وهاتبون شام يعني لا نصران قاور كان قاور بو هاتبو كخوارني لوي هنا ابو ديفروش لمدينه وتي من يدل على كعب بن مالك تي تشي كعب كري مالك مبيشان ددا لا خلشي دا برسي لنا وبازار برسياري مني لي ذكرت لا خلشي ذكرت فطفق الناس يشيرون له الي فرمي خلشي اشارات يعني بو من ذكرت بكابراي نبطيان قلت كتيان فلانا كاس كعبه حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان فرمتا هات لامو نامي جيبي لملك غسان ولا باشاي غسان جاء إنسان متخاذل أو متخاذلان كواز لأهل سنة وجماعة دينا دائما كساني مبتدع ضليان في خوش دكن دشنا لايان هوليان لقل ددن طماعيان لبيدا دكن إغرائيان ددني بشكو إيه بزانن وين اللي بكن دلنا فرصة تبي قوزينا وا أول فلانة كستوري ولا فلانة كستورانيا بلكو استفادة اللي بكن فرمي ملكي غسان بادشاهك نام بو من دنيري من شم تانا من بو بنيري دزاني بيغمبري خوالي توري عليه الصلاة والسلام ويستي أو بادشاه نصرانيا أو هلب قوزيتا وا بشكو كسب بكابو لاي خوي بيهنت بزانين شونا بزانين آية كعبي كري مالك كسيك بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام سنة وعقيدة باكا كي خوي بكز ناقوريتوا يان ميل دكابولاي باتشايكو دا صلاة داركو مسؤوليتكو كسيكي دنياي وكو چون امروش كسانك ميل دكان بولاي انساني اهلي دنياي و اهلي بدعو حزبايتي ووازل اهلي سنة وجماعة دينا دفرمي كعبي كري مالك كاتك فدفع الي كتاب من ملك غسان وكنت كاتبا من خوين دواربم فقرأته فإذا فيه ككتابك إذا خوين مونا ما كي تيتي دا نسراوة أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك فرمي نام كذا نسراوة إما بيمان قيشتوك صاحبكت رفيقكت هجري كردوي وشك لقلت ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فرمي باب خو تولى شويني زليلي وسرشوريني واز بين المدينه ورا لا ايمن ريزل لي دقرين شدا ولو كابراك بوشي ويوشكه لقلتو توند لقلتو ورا لا ايمن ريزل لي دقرين بزاني موقفي شدا بيت فقلت حين قراتها وهذه ايضا من البلاء تي لنفسي خوم داوتم سوين بخوا اوش بلاي شي ترتوشم هاتوا بقما او مرتبيك قد طمع في اهل الكفر اهلي كفر طماعيا لمن دا بيدابي وضليان بمن خوش بيت او خوي لخوي دا بلاي چي گورترا بلي بو خوش نبو بلي فلانه کس مسؤولي چي گوريا ديتلام سردانم دكاتو نامم بودنيري نا
اوي بمصيبه دانا كوابت كابرايكي مبتدع كابرايكي كافر دليبتو خوش به او نشاني انحرافت الدا نقواب زاني كتو وسطيتت هي ودينيكي مستقيمت هي والله كدينت مستقيم به ومنهجت سليم به اهلي اهواء بدع دليان بتو خوش نابي ومصاحبيت وناكل بلامك ودوا لو تدهنوا فيدهنون كاتك انسان لدينك ولا منهجك خوي توزي دستي شيل كردو لايدا او كاتا اهلي باطلش دليان بي خوش دبيو جسري بيوندي وعلاقي لقلب بيدا ذاك فرميوتم او بلاي تشتر توشي من بوا فتيممت بها التنور فسجرتها بلام ايماني او اندب توبو فرمي الرك يكسر نامي ملكي يكسر برو تنورك رويشت مخصمنا وتنورك وستان دم فشون شتي واذاك موازلا بيغمبري اخوة عليه الصلاة والسلام وصحابة بينم اور لملكي كافر بدا موا حتى اذا مضت 40 من الخمسين فرمي تا تشل روج تشل روج روج لبنجا روجكا واستلبث الوحي وحش تاخير بناية اخوانا اذا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتيني تا نراوي خواهد بولام بيغمبري اخوانا فريش نار بولام دلي بي خوش بو خلواني خبري شي خوش بيت فقال ان رسول الله يامرك ان تعتزل امراتك سبحان الله كابره هذا لا پیغمبري خو عليه السلام فرمي پیغمبري خو امري پيكردو الى خزانه جابيو لخزاني شت جابيو تا است هر خلچي بو سلامي لين ذكردي وقصيل است خزاني شت دبيلت جابتو خزاني شت دبيلت جابتو فقلت اطلقها دلوتم طلاقي بدم ام ماذا افعل يانشي قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها دلوتي نخر طلاقي مدى بل أملين زقنا بيوه وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك أو جاء بيغمبر صلى الله عليه وسلم خبري بودو رفيق كي تريش من نار نفسي خبر فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فرمي منيج أمري بيغمبري خواجي بجيدكم بخزان مدبرو لا مالي بابت لبيبة تأخواي قورا أمريك ذكاء ورحمان في ذكات سبحان الله أو تسليم بو نبو أمري خواه وبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام تشل روجة قصي لقلناك مسلمان هن هيتي قصي لقلناك بأمري بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام واج ناتي الرقيل بيغمبري خواه هستي ناتي اللي تور بيت ناتي هالقريتوا ناتي كطماعي چي بوهاتو ملكيك درقاي لي كرده وبشي تواو تازمن بديل بوهاتو نجات بو نا زياتر تسليمي امري بيغمبر دبي عليه الصلاه والسلام خزاني شي دنرته بمالي بابي دفرمي فجاءت امراه هلال بن اميه بلام خزاني هلال كري اميه هات لا بيغمبر اخوه عليه الصلاه والسلام فرمي اي بيغمبر اخوه هلال بياوي شي ضعيف وبيد صلاه ونخوش وبيره كمن لا ينبم خزمتي بكم ناتوانت جيان بريت سر فرمي باشا خزمتي بك بلام ليد نزيق نبيته فرمي زور لوا بيد صلاه ترك لما نزيق بيته واستا هر خري خفت كشتويتي هر دقريال جوري كتولي توربي أي في غمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي بمني شاوت كعب بمني أبو توج ناتي بشكو رخصة لا في غمر ورقي خزان لاد منته تي من قطش تي وانا كم أو عزري هي من شو عزري كم هي جنجي كم دت وانا مخزمة في خم كم شتي وانا كم أو جات شيء دل في غمري خو صلى الله عليه وسلم أو جوابي ويدا وجوابي منش بوشي ويدا داتا فرمي فلبثت بذلك 10 ليال بوشي ويا ماما ودشة ويكش تلو داء أو بنجا فكمل لنا 50 ليلة ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فمن وجه بياني مكر لسرباني خان وكم شاو برامبر مالي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيان وجه بياني روجي بنجاه من فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت فرمي نواجي بيانيم كردو بخفت باري وبدلنا خوشي ودانشتم زوي لسرم تسق بوتا ووادا زانم چون دل كنا مشكا او اند او زوي لسرم تسق ودلم تنقا وناخوشا لو حالة دابوم سمعت صوت صارخ اوفى على سلع جملة دنجي هاواريك بو كتوبو سر شاخي سلع لبيو هاواري دكرت با او بريدنج برزيخو يا كعب ابن مالك ابشر تي اي كعب كري مالك مجدبت دنجيكم جويل ابو كجويل ابو فخررت ساجدا
يكسر سجدن بر سجدي شكر بو خواي قورا وعرفت أنه قد جاء فرج تيجي يشتمك إن شاء الله دريو خير هاتو درقاي خير كراوتوا فآذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا في غنبري خاصة صلى الله عليه بياني كردبو لمزقوت بخلتي راقيان بو كخواي قورا توبي كعبي كريمالك ودو رفيقكي قبول كردو خواليان خوش بوا مسلمانان خنيبو نوبا بلا چه زو أو خبر بقينة كعبي كريمالك فذهب قبل صاحبي مبشرون فرمي چن كسي چه مجددر بو دو رفيق كم رويشتن وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل فرمينا فرشي سواري ولاخبو بسريعي بيه چه چوبو سر شاخكا لورا هاواركا بو يزودا مجدكم بقاته فرمي وكان الصوت أسرع من الفرس أويك توسر شاخكي بانجي كردم أولا بيش ولاخ سواركي خبركي بيدام فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني كاتك أو كسيكا بدنجي برز مجدي دامي هاتلام نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته كجيشت الأمريك جلكي خم دانان جلي سروة هردو ثوب كم هردو جل كم دانو دام يكتم ومجدان ببوتو كأو مجد خوش الدعوة من والله ما أملك غيرهما يومئذ سوين بخوا لو دو جلر زياتر نمبو أو روجي كهدي أو كسم كرت كجلي سروي لبريبو واستعرت ثوبين فلبستهما شوم دو جلن با استعارة ورقرتن لبرم كردن وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برو بيغمري خوارو يجتمع عليه الصلاة والسلام يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة خلشيش بيام دقا بول بول بيروز بايم لذا كان كخوا توبة إلي قبول كردوم سبحان الله لاي صحابة تاوان أوانده قورا بوا توبش أوانده لا ينشيدن بوا بيروز باي لذا كان كخوا توبة إلي قبول كردون تاواني چي كردوا بلايوا تعزيي بوا داناوا زور لو خفت بار تربو ككسي چي لي بمري كأو قناهي كردوا فرمي درومو فوج فوج كومل كومل خلق دي بيروز بايم ليدا كان ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك بيروز بي توبي خواليت حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس حوله الناس هاتم مزقود بيغمبر بني عليه الصلاة خلشي لتنش لدان اشتبو فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني طلحي كري عبيد الله كمني بيني يكسر هستا برو بير موهاتو فيروز بايل يا كردمو توقيل قال كردم والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة فرمي كسل مهاجر كان هل نستا برو بير موبي توقم لقلكا جقل طلحة وأويك طلحة كردي قد لبير مناتش توا خوش حالي در بريوهاتو بيجوازي لي كردم وتوقيل قال كردم كعب دفرمي فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور كسلامم لپیغمبر کرد علیه الصلاة والسلام پیغمبر دو متشاوی ددروشایه و لخوشی پیغمبرش پی خوش بود که خواهی قبول کاتو بکی که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دنجیلی راگر تو با مسلمانان دل دنجیلی راگر معنا اونی رقیلی به تو معنا اونی دژی مسلمانان به بلکه لبر خاطری آویتی بو آوی کاتو بکاتو زیاتر بگرته تو لای خوا لبر خاطری دین کی خوایتی که مسلمانان فیر بن مخالفه امری پیغمبری خواه نکر علیه الصلاة والسلام بلام هندی کز لوا حالی نابن کتو کاستگ موقفیک درد بری برام کسی برام بر کسی چی بدعتی واده زن کتو رقد لمسلمانانه نخیر ما بس من دینی خواه که خالچی قدری سنت بزنه و امری پیغمبری خواص علی صاصم بجاور بزنه و دستی پیاو بگرن جا که همومن لقل بدعتی کان پیاب کنینو علاقه من خوش به کوتا کی خلق بزنه که او بدعیو او غلطو او تعوانو او معصیتو او کات دین دمره فنا بخواي جورا دفرمة پیغمبری خواش عليه الصلاة والسلام عادتي وابو كدلي خوش بالد متشاوي ودرد كود كددر وشاي و فرموي أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي مجدبد بخوشترين روش لروج كان جياني تودا أي كعب أمره خوشترين روش جيانتا خيرترين روش تا چك خوالد خوش بو توبيلي قبول كردوي فرميوتم أمن عندك يا رسول الله يا رسول الله أمن عند الله وتم أي بيغمبري إخوات توبك لا توبة إلي تقبل كردمي على لا ينخواه
فرمین خیر لاین خواه و اخواه وحی ناردوه خواه لیت خوش بو نکتن همه لیت خوش بم دفرما وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله بزانين كا توبي لقبول بو أو مجد خوشي بنسيبو چه دكا دلالي الله تيبي موسيقى بينو بيكينا آهنج جرانك وقراني موسيقى نخير فرمي أي پیغمبري خوا لشكري أويك خوا توبي لقبول كردم أنخلع من مالي صدقة خواب أي پیغمبری خوا همو مالکم او لیدچ مدره و همو بیت خیر لپیناوی خوای گوره شکری خوای گوره دکم لسر او نعمتی که بمنی کرد توبه لقبول کردم چون شکری نعمت دکن که خوشی چیان بنسیب بو ناید تیپی موسیقا بینه و گورانی و موسیقا و آهنگ بجره نخیر خیر دکات شکری نعمت بخیر کردن دکرید پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرموی امسک علیک بعض مالک فهو خیر لك نخير همو مالك دمك خير هندي چي به لوا اوا خير ترا بوي محتاج خلق نبي فقلت اني امسك سهم الذي بخيبر وتم او بشيك لا خيبر بشم بو او عند هالموا وقلت يا رسول الله ان الله تعالى انما انجاني بالصدق وتم اي پیغمبر اخوا اخواي گور مني نجات ده بالصدق براز گوي اوش درسي چي ترا براكانم كنجات لچدايا نجات للصدق راز گوي ده إنما أنجاني بالصدق خواهي قولة برازقوي مني نجات ده برازقوي نجاتي ده كواتا الرازقوي براجيان هرچند بداية توشي ناراحة تجبي لسري بلا معاقبتي رازقوي چيا نجات بونا نجات بونا لغضب إخوة لتوربون إخوة نجات بونا لسرشوري وزليلي نجات بونا لعذاب قبر لجهنم خواب من فارزيت فرموي وتمي پیغمبر إخوة إنما أنجاني بالصدق خواهي قولة مني رزقار كربا صدق برازقوي وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت ولا تواوي توبكي من أويك لجيانم دا هيج قسيقنكم إلا الراستين بيت فوالله ما علمت أحد من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلان الله تعالى نازل مخوان نعمتي بسر كسيك دارشت بي بالرازقوي وكو بسر مني دارشتوا لو كاتوا لفظيك طبعا بيجاو كاتش دروي نكردوا عهدي كردو لا سرخوي لفظك لدمي درنتش كصدق نبي والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا سوين بخوا ما تعمدت كذبة يعني ما بستم كردني درو نبوة تعمدت هنديك جار هي برام إنسان قسيق لدمي دردتش ما بستي درو نية بلام لواني لحقيقة داوانة بقسكا هرچند أو ما بستيش درو نبو بي أقر لواقع إجداد درو بيت ناتواني توبلي أو كسا ما بستي دروب ودروي كردو كسي چي دروزنا تماشا كده فرميتي ما تعمدت كذبة والله ما بستم قط ما بستم نبوي يك دروش بكم جار هي انسان مثلا شتيك دله او لقماني خويدا وادا زاني وايا لقماني خويدا بلام لواني واجنا بموضوعك جا كوانيا آية دروزنا نخير او واي قمان بردو كوايا بوي زانيان كباسي صدق دكن فرمون صدقك كمطابقي اعتقاد واقع بيت صدقه چش كمطابقي اعتقاد به ومخالفي واقع بيت انسان كراز دكا لقل خوي راستك لقل واقع كجدا بيت وقسكي او صدقي تواوا راز گويش جاري واشه انسان لقل خوي راز دكات لنيتي خوي دا دروي نكردوا بلام لقل واقع كقسك نايته ويك كنايته ويك ما ناوني كبر دروزنا بهلدا شو متوهمه توشي غلط بولاش تكيدا نكابرا خوي لقال خوي دروب كاو ما بستي درو كردن به كواتا دبي او دوشت لك جاكريتها بويدا فرمي ما تعمدت كذبة قد ما بست منبو بعمدي دروب كم منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى يوم هذا واني لارجو ان يحفظني الله تعالى فيما بقي وداواد كم لخوابن فارزي لداها توجياني شمدا توشي درو نبم فقال فانزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين او جا خوي قورو اتينا دخواروا خوا لا پیغمبرو لا مهاجرين توبه قبول کردو وهروها لو سيكا سشكا توبه كيان دوا كوت خواي قورا لوانش خوش بو توبه اوانش قبول كر ادي او كساني تر كهشتاو اوانده كسكا خواي پروردگار ده فرمي سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون فرمي كقرانا ولايا او هشتاو اوانده كسسوين تان بود خون
بو اوي وازيان لبنن وازيان لبنن او انا بيسن شويني شان جهنم بجزاء اويك كسابتيك كرديان درو كردن ودعا كوتن يحلفون لكم لترضوا عنهم سوين بو ايوه دخون بو ايوه لخو رازي كان فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين خو اگر ايوه جليان رازي بن خوال انسان فاسق رازي نابه كواتبرا تماشاك اخواي قورا هرچند لدنيا بدايت نارحتيان توجبو او سيكا سرازقو بلام عاقبتي امركان خوش حاليبو بلام پتشي درو كورتا يادريجا كورتا ما ويك بيغمريك وعرصة موازي لينان تا آياتا تخوارا وبسر ياندك اوانا چنا اوانا سوين بو ايو دخون بو اي باوريان بيبكن بلام درو دكن اگر ايوج ليان رازي بن خوا ليان رازي نيو شوين يان جهنما جالوه وكزانايان دلين حبل الكذب قصير پتكو حبلي درو كورتا توزي چيش سر بگريتو بتواني خود بپارزي إلا كشف دبيو درد كيوه كچيا او دروي كردوا راستي نكردوا جاك عبد فرمي ايما اوسي كسا توبة كمان توزيك دوا كود بلام خواي قورة توبي هر لقبول كردين بلام اوسي كسي كظاهري ويستيان فيال كان لمسلمانا عاقبتيان خسارة من ديبو بوا حديثك كتائي بيد برا برزكانم اوكي استفادي اللي بكين لو حديثة كومالك فائدة زوربو يا كميان إنسان رازقو بي لقال خوا هول دابا هيت شي ويك درو نكاتو ما بس درو كردن نبي إن شاء الله وتيجيشتن كنجات بوني إنسان لدنيا ولقيامة لتشدها لرازقو إيدا وتيجيشتن كبتشي درو كرتا أجر أمروش بتواني خوتي بي ببريني توسبيني هر كشف دبيو رسوا دبيو عاقبة الجهنم دبي رازقو إي برو بهشت الدبا درو برو جهنم الدبا خواب من بارزي رازقو إي برو همو شاكيك الدبا خرابه بره همو فجور و خرابه یک دبه پنا بخوا و تیگه ایشتین دیسان انسان اگر مخالفه امری پیغمبری خواب که علیه صلی اللہ علیه سلام او پیویست عقوبه بدره بچی باوی که هجر بکره اگر توبه نکا و نگره تولای خواه پروردگار بتایبتی اوانی که بمبسته و مخالفه سنت دکن که بدعه کن که شتیگ دین نناو دینی خواه و کل دینی خواه دانیا مسلمان نابی بدمی و پیب کنیتو علاقی لگالی هبید بابش لبرامو بان ويجيش بك او كعبي كري مالك ده هذا تنيش بيغمبر نويجي ذكر عليه الصلاه والسلام ولا مزقوتي بيغمبر واش بيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام ولا مي سلامي نددا يا جوي نددا پشتي لي هلدا كرت خو مسلمان ايشا چونك مسلمانك كلا سنتي بيغمبر لا بدا اگر بيتو بوشي وي ما ملي لقلنا كي ناقرته وسر سنت بلكو كتو لقلي بيبكنيو كاك قيناك برامانا او بردوام ده بيل سر غلطه كي خو يول سر مخالفه خوی دلی پی خوش ده به و هر وها فایده چیتر کعبی کری مالک کل قلبی پیغمبری خوان رویشت و تا پیغمبری خوای سر نخست او کس مسلمانان سی صنفن طائفه منصوره او کسانی که نصرتی دینی خوا و سنتی خوا دکن طائفه مخالف کدجایتی توحید و سنت دکن و طائفه متخاذلش او کسانی که دزانن حق چیه بلام سری نخن كعبي كريم مالك رضي خواي لبيت پیغمبري سر نخست واتا لقلي نرويش لو غزوه يدا بس بزانع عقوبة كي چبو پنجا روش قصي لقلنا كرا كواتا كسانك باب خوشيان بلن أهلي سنة بلام كمتخاذل بن كإيشيان أوبيت تنها عيبو تانو تشر لبراياني أهلي سنة بدن بيانوي أو دعويا دعاتو بانقواز خوازاني أو ربازان عشيرين كان لبيشتاوي خلق ببنى بلقيك وفتنة بو كساني مبتدع خرافي بو يقصب أهل سنة بلن أو كسان متخاذل بيويسته هجر بكرين بو يبيت عبرت بو يعني وإنساني مسلمانش عزته كرامتك إلى سنة بيغمبري خواد آية مسلمان حزباياتيناك والله أها فلانا كسم ليكم دبيته وفلانا كس دروا دمانا إخوالي من رازي بي إخوال رازي بي جوه مدى هيج كسك أقر همو خلشي سرزوي ليت ترابا أو جوه مدى خلچي سرزويش همي هر لتورنابه انساني چاككار الا دعاي خيرت بودكا وپشتيوان دبه كواتا چون لقل كسانك دجمني سنة بهمان كشيوش كسانك متخاذل كوكو ميكروب و فيروس اقوانا او كسانش دبه انسان موقفي لقل ينوابه چون پیغمبر اخوه عليه الصلاة والصحابة چون بو لقل ين آوابه لقل ين ان شاء الله تعالى بو اوي او سنة سركوه او دين سركوه جا اگر هر مسلمانك توشي تاوانك بو تاوان
توشی تاوانێک بوو تۆ بێی تاوانەکەی بەناو هەموو خەڵک دا باس کەیت والله ئەوە ئیسلامەتی نییە بەڵکو ئەو دەرسەمان لەوە وەرگرت کاتێک کە لە مەجلیسی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فرمی کەعب چی کرد کەسێک خراب باسی کرد معادی کوڕی جەبەل فرمی والله ما علمنا عليه إلا خيرا ئەو دوو شتە لێک جیا بکەینەوە براکانم نوسرەتی سنەت شتێکە و گومانی باش بردن بە برایانی مسلمانمان شتێکە و مخالفە کردنی سنەت و بیدعە شتێکی ترە ئەو کەسانەی مخالفەی سنەت دەکەن و بیدعە دەکەن نابێ عیلاقەت لەگەڵیان هەبێ بەڵکو دەبێ نەسیحەتیان کەی بەو شێوەی کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام کردوێتی کە نەسیحەتی قبوڵ نەکرد هەجری بکەیت بۆ ئەوەی ئێمە دیفاع لە سنەتی پێغەمبەر و لە دینی خوا بکەین خوای گەورە تەوفیقمان بدا وامان لێ بکات دینی خوا لە خۆمان خۆشویستتر بێت لە لامان وامان لێ بکات دەستگرتوو بین بە سنەتی پێغەمبەری خوا خوای پەرۆتگار ڕوحمان پێ بکەی هدایەتمان بدەی ئەخیرمان خێر کەی وامان لێ بکەی شوێن سنەتی پێغەمبەرەکەت کەوین عەلەیهی سەڵام سەلام خوای گەورە لەسەر ڕێگای ڕاست ئیستیقامەتمان بدەیت و ئاخیرمان خێر کەی وامان لێ بکەی بەهەشتمان بەنسیب بکەیت و لە جەهنەم ڕزگارمان بکەی خوای گەورە دوعامان قبول کەی خوای پەروەردگار عیبادەتمان قبول کەی و شیفای نەخۆشەکانمان بدەی والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن.